تعيين القاضي بهيئتكم المحترمة، كما أني بدوري أعين السيد عصام المثمير نائبي لمصاحبة السيد الإعلامي مهاجر الذي قرر جلالة الملك نصر الله وأيده تعيينه رئيسا لهذه المحكمة. بتاريخ 29 أكتوبر 2022 إلى الرئيس المنتدى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد العلام المهاجر القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بها، تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بها. الموضوع تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتعيين. نصرح بأن السيد علام مهاجر قد نصب في منصبه يوم الاثنين 13 ربيع الثاني 1444 هجرية موافق 7 نوفمبر 2022 ميلادية على الساعة 8:50 مساء، ونطلب منه أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها. كما ناظر السيد كاسب الضبط بتحرير محضر يضمن فيه المراجع بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الأجل. سيد وكيل الملك الذي في مطالب أخرى. يا سيدي رأس هذه أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان وعظيم التقدير والامتنان للسدة العالية بالله على ما حبتني به من ثقة غالية لموافقة الجناب الشريف أعزه الله على تعييني رئيسا للمحكمة الابتدائية في الاجتماع، مؤكدا عزمي على قيام المهمة المسندة إليه بحزم وأمانة لأكون عند اختطام جلالة الملك دام له النصر والتمكين. كما أتقدم الشكر الجزيل وعظيم الامتنان للسيد رئيس المنتدى بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد وكيل عام الملك رئيس النيابة العامة وكافة السادة الأجلاء أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تفضلهم باقتراحي لهذا المنصب الجديد ووضعهم الثقة في شخص متواضع. وسنوير السعيد الأمين الجليل مولا رشيد وسائر أفراد أسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب الدعاء. قال الله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. صدق الله العظيم. سيد وكيل الملك هل لكم من إضافة؟ سيد رأس شكرا سيد وكيل الملك، وأجدد شكري لجميع الحضور الكريم على تلبية الدعوة وحضور جلسة التنصيب هذه. كما أشكر السادة القضاة والموظفين رئاسة ونيابة عامة بهذه المحكمة والسيد المدير الفرعي والعاملين معه لحسن التنظيم لمراسم هذه الجلسة الرسمية. كما أشكر وسائل الإعلام الحاضرة على التغطية الإعلامية المتميزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون رفعت الجلسة. الرحمن الرحيم. بداية كنتوجه لجلالة الملك نصره الله على هذه الثقة الغالية اللي كنعتز بها، وحنا سنحاول جاهدا بإذن الله أننا نكون عند حسن ظن ديال جلالة الملك في إحقاق الحق في هذه المحكمة بإذن الله. وكنشكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية اللي اقترحنا لهذه الثقة المولوية، وحنا ان شاء الله كنبدلوا نحاولوا ان شاء الله نبدلوا اقصى ما يمكن اننا نوصلوا ان القضاء يولي في خدمه المواطن بالشكل الفعال المطلوب من جلالته. وكنشكروا وسائل الاعلام على التغطيه ديال الاعلاميه وعلى المساهمه في هذا التخليق ديال الحياه العامه، لان الصحافه عندها دور كبير في ان توعيه المواطن، لان المواطن جزء كبير من منظومه العداله وكيساهم بشكل كبير في تخليق العداله، وبالتالي انتم الوسيط بينه وبين المواطن في تخليق العداله باذن الله. ونتمنى من الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله.